من جل انواع العصافر عندك موجوده، احكي لي على غرام. الغرام والله من الصغرى هو بدا الغرام، ملي احنا 10 سنين 13 سنه بدينا بحاجات عاديه معناتها فهمت، كي نرجعوا مثلا 20 سنه التالي مش الاسوام تاع تو، حتى في العلفه زادت كل عام ونخدموا حاجات مثلا ديما نلوجوا جديد ليزيميتاسيون اللي جايه من الاوروب ولا من الافريك، وهذه الاغلبيه سلات الافريك هذه، اما جايه معناتها لتونس وحنا نشريو منها وننجو منها، نصبروا لها شويه وننجو باش نعطيو للناس الكل. عندي 20 سنه تقريبا في الدومين. اي تقريب اكثر من اللي انا صغير معناتها، ما نجمتش نبعد، حاجه تمشي في دمي هذاك هو الغرام. زاد فلوسي الكل باش في على عصافر. باش في العصافر، علفتهم، اكسسوارهم، دنيتهم، كل شيء. هذا البيروش لوندولي العادي تسمى. اما في ليميتاسيون اللي هي الالوان، خاطر لوندولي العادي يكون اخضر برك. توا مرور الطقس ومرور الايام معناتها يعطي الوان اخرى. هي الاغلبيه يخدموها في اوروبا هذه يخدموها خاطر الطقس بارد عندهم بحكم. نعطي مثال بسيط، انت اسمر تمشي للاوروب تعدي 3-4 سنين تروح ابيض ولا منيش، مش من الشمس هذاك، من عامل الطقس، هما عطاو الريشه الصفراء وعطاو الريشه البيضاء خدموا، اما بقاو بالعشرين سنه زاد يخدموا اللي زي الفور هذاك يتسمى الفور معترف به دوليا معناتها فهمت، يولي معروف ويعمل الخوصه اللي هي الباق في العصفوره تنوريكم مثلا. موجوده منها لهنا؟ موجوده اي موجوده. انا كاي الفور مثلا عندي مجله مشارك في جمعيه توا السيزون تاع وقت تفريخ، ناخذ لي باق هذوما ونعملهم لي انا مثلا، هو هذايا نصوروه هذاك هذايا فرخ خارج عندي هذيك الخوصه مثلا نتاعي انا. وقتاش تحطها له الخوصه هذيك؟ اللي يبدا عمره 10 ايام 12 يوم من اللي هو في العش، فهمت، هذوك مفروخ يخرجوا عندنا احنا. تكبر معاه معناها؟ تكبر معاه تقعد معاه لين يموت معناتها فهمت، بعد عمره معناتها فهمت. فما هذه نوعيه جديده اللي هو الهوجو، حاجه مزيانه برشا هاكا يعمل النوارات، هذا العادي هاكا ما عنده حتى شيء سامبل. فما انواع اخرى مثلا الفالو هذا بيروش جويد والعين ديما حمراء مزيانه، هذوما الام والبو هذوما الفروخ. هذوما احكي لي على الزرق هذوكم. الزرق هذيك النوعيه اللي اسمها الهوجو، حاجه جديده هاكا مزيانه برشا تاع النوارات في الاكتاف، في اوروبا يسميوه الهليكوبتر، اما هو في الاصل اسمه هوجو هوجو مورو، فهمت، حاجه مزيانه برشا. هاو كريتو يعمل كاسك شابو ويعمل النوارات منه ومن، اما انترناسيونال توا هذا ولا انترناسيونال سماوه احنا اخر بلاد قريب وصل لنا. قداش اعمارهم هذوما؟ هذوما في العام عام ونص. ماكلتهم شنو ينجموا ياكلوا؟ زيوان، زيوان عادي، زيوان غله سلايط، احنا نعطيه غله سلايط مثلا، نارين في الجمعه ياخذوا سلايط، عظم، رابي، حاجاتك هي. تربيتهم كيفاش؟ فما اللي يعمل ليكاج وفما اللي يعمل لي فولاي قد كي مثلا، بالنسبه لي انا ما يساعدنيش ليكاج، حاجات نادره كنعملهم في ليكاج في الدار، اما في الجنينه نعمل دي فولاي كي، كل نوعيه وحدها. اهم حاجه اللي هي الاسوام، قداش اسوامهم؟ الاسوام بريسك لهنا في ال 15 دينار هذوما، هذوما في ال 10,000، هذوما في ال 35 دينار لا بيس. هذوك نحكيو عليهم. هذوما ب 10 من 8,000 لل 10,000 هذوما. هذايا البنغالي فيه زاد برشا انواع، فيه الجيون مثلا الخشين نوعيه اخرى تخدم ب 30 ب 40 الكعبه. هذايا العادي تسمى العادي. هذوما مثلا يخدموا ب 50 الكعبه. توا بور لو مومون كانوا قبل ب 400 وب 300 كثروا شويه ينقص مش ينقص السوم خاطر ما فماش فما المغرمه ما عنديش الفري باش تشري، اما اللي زي الفور يتلز باش يشري خاطر حاجه جديده باش يخدمها باش ينتج منها. لي زان سيبارابل هذوما فروخ ساعه فاهم، كوب البرك جدور البقيه فروخ، هاكا الفرخ يبدا المنقار تاعو اكحل في الثلاثه شهور يبيض سي يولي معناتها اديول، لكن مش حاضر للانتاج كان في السته شهور سبعه شهور تقريبا. البيروش لا مثلا في الثلاثه شهور نجم ينتج، هذايا في الشهرين ينجم ينتج، هذايا في الستة شهور، في حتى الستة سبعة عظمات، أما يخرج أربع فروخ ثلاثة فروخ تسمى عادي. يعيشهم شو الكل؟ لا مش من الضرورة، فما العظم يطلع فارغ مش الكل معناتها.
ثلاثة أربعة، فما اللي يعطي خمسة. أنت والعلفة اللي تعطيك تبدأ علفة باهية وقوية، يكون الذكر باهي وكيف كيف لانثى بطبيعتها طبيعي. يقولوا في حال أنه الكوب اللي يموت واحد منه ما ينجمش يكمل الآخر يعيش وحده. والله هي صحيحة وما صحيحة، أنا جربتها برشا مرات، هي صحيحة يقولوها برشا عبادة، ما نقول لهم مش صحيحة، خطر تنجم كعبة وحدة تنجم تعيش هي، اما الاغلبيه ما تعيشش بنفس الموتيفاسيون في العاده. معنا كل عبد يا اخي سبحان الله، واحد يعاشر ومن بعد يبعد لاخر، فما نفسيته تتازم شويه، حاجه عاديه هذيك يظهر عليه كشبر ينجم يموت، اما الموت هذيك عمره مش معناتها من الضروري. فما عبادي ربي كعبه واحده وتعيش معاه، تعيش معاه. قولي شنو عنا اليوم لانواع لهنا متاع العصافر؟ المقنين. احكي لنا شوية عليهم. اسمه الحسون، هو في العربي اسمه الحسون. من احسن مخلق ربي في الطيور، الطيور كلها يعني تاع ربي ما شاء الله. اما هذا يعني عنده ميزة خاصة. اللي هي؟ في الغناء، في الطرب يمتعه، في لونه. يعني هذين تاع ملوك، غرام تاع ملوك. فهمتني؟ بل الملوك كانوا يعني يحطوا الحسون، ولا يحطوا منيار، ولا يحطوا شغل، فهمتني؟ يبداوا يسلطنوا، كل عشية يقعد الملك ولا حاجة والشيخ بيه العصفور. يعني نحن قعدنا نتبعوا على أجدادنا وعلى أسلافنا، تعلمناها العصفور. هذوما كبار في العمر ولا؟ هذوما فهم العام وبين العام والعامين. وفهم اللي يوصل حتى عمره 12 سنة العصفور هذا الحسون المقنين. يعيش 12 سنة هكا؟ يعيش 12، يعيش حتى 17 سنة. يغني؟ اي يغني اكيد، هو اسمه الحسون يعني غناء سبحان الله. هاي كيفاش نعرف اللي هو فرخ صغير ولا يبدا؟ ما شفت التحميره هذيك اللي فوق راسه؟ كيبدا صغير ما يعملهاش التحميره، كيبدا صغير ما يعملش التحميره هذيك اللي فوق وجهه ريتها. كيبدا صغير يبدا بلاش جون، يبدا كي يكبر يعمل عمره 8 شهور يبدا يعمل في التحميره هذيك، يعني ولا فيو اي ولا يعني شرف. وقتاش يولي يغني؟ هو من اللي يبدا صغير يبدا فهم اللي يصنطوا، فهمتني؟ صنة العصفور يبدا صغير يعني ياخذ الغناء يولي يغني. الذكر جناحه اكحل توت، والانثى تلقاها عندها الخضوريه في جناحها من هنا. اي والذكر يجي شباب مزيان عكس الاناث نتاع الدنيا. الاناث نتاع الدنيا تمكيج ياسر، الذكر من عند ربي مكيج وحده. توا نحكيو على الفلوس. نعم. الأسوام قداش؟ العصفور غلاء توا، نقارض من تونس، وعاش فما حنا العصفور في تونس. في الجزائر زاد نقارض، شبه نقارض، بقى كان في المروك توا. علاش نقارض؟ ما كثروا الصيادة والدويات وبرشا حكايات، هرب العصفور بصيفته هو يعني حسفور أسوأ الحسون. عصفور نتاع يعني طبيعي يحب المناخ، وأحسن عصفور في الكرة الأرضية نتاع تونس. على خاطر فما برشا مسجد في غير وقته، برشا مسجد وفما برشا دويات كانوا يداويو قبل فك الغيب، تضرب بعد الدواء هرب. 97 بريود هذيك دونك تو ما عادش عندنا برشا في تونس. الجمله مش ما عندناش برشا، ما عندناش عصفور في تونس. عصفور نهرب، عصفور انقرض، حرق من البلاد. مكاس نتاع السوق، مكاس نتاع السوق كبس على الناس ولا ليه؟ لا معليش باش نكبس عليهم الناس، بطبيعتي نخلص على القنال بدينار والعصفور بدينار، عنده 10 عصافر 10,000 كل عام. مكان نوع؟ لا اي فما القنال وفما المقني، فهمتي؟ بيريش كله بدينار. شكون يحدد التسعيرة؟ بطبيعته كرينو معند، نحن كرينو معند البلدية، ونحن حدهم على البلدية تحدد لنا التسعيرة. البلدية تحدد لك نوع العصفور وانت قداش تخلص عليه؟ العصفور هذاك هو سمو معناها دينار، العصفور نخلص على دينار. كيما عصفور نتاع 10,000 كيما عصفور نتاع 30 دينار، 30 كيما عصفور نتاع 100,000 كيما عصفور نتاع 200,000 كله دينار. بتواصل بتكيات بكل شيء، الكل باش من بعد نحاسبوا عليهم ولا السوق اللي هو كريم عليهم ولا السوق كريم عند البلدية حاسبوا عليهم، فهمتني؟ بتكيات السوق متحرك شويه ولا كل جمعه وكيفاش معناها تو بارده، كل جمعه وكيفاش نهار يتحرك مره، فهمتني؟ عدد البياعة ماشي ينقص ولا ماشي يزيد؟ والله كما قلت لك كل جمعة وكل حد وكيفاش، مرة تمشي وتزيد مرة تمشي تنقص، كل جمعة وكيفاش، فهمتني؟ واو سيدي جاهم ولا السوق بحدايا،
مو هاو مو للسوق. للسوق ولا تشري في عصفور؟ بدنا نشري في عصفور. هذه مو للسوق. امتي اخوات نحن نصمم عليها اخوات. امتي دورة علينا كذا هذا مو للسوق. سوق كالعادة؟ والله ما مش كالعادة. والله مش كالعادة. العباد دورك هيك. شو اللي تبدل؟ فمش فلوس. ويقعد يقول لك 20,000 نقضي بها لداري ولا نشري بها عصفور. يقول لك نقضي بها لداري خير.